السلام عليكم الغزال ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديال شين ام ملاك. الا كنتي جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. مرحبا بكل واحد متابع قناه شين ام ملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما راكم تشوفوا اليوم فيديو جديد، شدينا الطريق باش غادي نمشيو للمطار ديال زفنطم ديال بروكسل باش غادي نمشيو للمغرب. المغرب الحبيب ينادي ينادي ينادي، وحنا رانا ماشيين ان شاء الله نتلاقاو في المغرب. وغادي الرحله ديالي غادي نصورها لكم كامله من الاول حتى الاخر ان شاء الله. بيزو كبير لكم، وما تزابيوش ما تزابيوش ما تزابيوش. وصلتي كما كتشوفوا دابا رانا وصلنا للبلاصه ديالنا فين كنا جالسين. بيوت بيوت هنا عندنا، هنا رانا نستناو غادي يحلوا الباب باش غادي نمشيو. المهم نتوما راكم معايا، سمحوا لي ما صورت لكمش، راكم عارفين من يكون كاين البز ما نقدرش نصور، نبقاو هنا مع البز جبدي ديري جبدي ديري، هذا ما كان البنات. المهم راكم نتوما معايا زراتي كما كتشوفوا دابا رانا طلعنا من الطياره، انا في الطياره راهم يركبوا الباجاج، راهم يديروا الباجاج باش غادي ننطلقوا الوجده ان شاء الله. الله يوصلنا على خير، يوصل كل واحد البلاد عند العائله ديالو ويفرحوا به ان شاء الله. كما كتشوفوا الواحد كل ماشي كيكون فرحان فرحان بزاف بزاف. مهم شكرا لكم، شكرا لكل واحد راهم دعم لاشين ديال شين ام ملاك، شكرا بزاف لكم. ما تنساوش بارطاج باش تعمل فائده على كل واحد باش تكبر العائله ديالنا. مهم راكم نتوما معايا، من تكون تقلع نقلعوا جميع، من تهود غادي نهودوا جميع ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا رانا حاليا في الطائره متجهه الى مدينه وجده انكاد، مطار وجده انكاد. كما كتشوفوا انا جالسين رابطين حزام السلامه، حنا اللي كيتاب باش نديرهم في الودنين ديالي، ورانا غادي نمشيو. انا غادي تبان لكم ملاك، ملوكه هذا مكان البنات. يلا نخليكم حتى تقلع الطياره، وها راكم نتوما معايا وزاتي كما يبان لكم. هذا كلينات هما الطياره جات ديال شي جهه ديال بروكسل ايرلاين، راهم جاوها غادي يجبدوا دوك الباكاج، حلو باش غادي يديروا يجبدوا الباكاج ديال الناس. شوفوهم غايجبو عاد اللوطو اللي تدي الباكاج، بقاو يرميو يا وتشوفو الرميان ديال الباكاج. على الله نكونو عاد هنا نوريكم الرميان ديال الباكاج، علاش عرفو أغلبية اللي باليز كيتهرسو وكيوصلو مزيانين، لأن مكيحتفظوش على الباكاج، يحطو باكاج بلاتي ولا كيبقاو يرميوه. المهم غادي تبقاو تشوفو إلا كنت عاد هنا، وإلا كانت قلعت الطيارة عندي منزل. Être à moi d'action, le cordine interrompu ou dans votre quotidien de mettre un poil de glace devront être éteints parce que ceux de ce que je suis devant vous vous viennent dans le compartiment supérieur. Je vous rappelle qu'il est interdit de fumer à bord, y compris dans les toilettes. Assurez-vous que votre bagage en main et objet personnel soient bien rangés dans les livres d'obstacles. Maintenant, mesdames et messieurs, votre ceinture de sécurité doit être attachée chaque fois que le signal lumineux est allumé. Le dossier de votre siège en votre siège doit être appuyé le stand du cible ou carton. Merci. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Manamal, thank you. Glad to wish you a pleasant flight on board Sylvan A330. وزارتي كما تشوفوا الطياره دابا راه تحركت راه تمشى، مازال ما بدات تجري باش تقلع الطرس، ما راها عاد تمشى بلاتي دونك راها واقفه وما عرفتش علاش راها واقفه. المهم نتوما غادي من تقلع غادي تقلعوا معايا البنات. كما كتشوفوا الجناح راهم كانوا
محلولين وكيتبلعوا يعني كيتحلوا وكيتبلعوا. دابا انا عادي تمشى مازال ما مشى يجري لان مني يدور في الطريق الكبيره تما غادي يجري. المهم البنات راكم عايشين شوفوا الجو بلجيكا راه الجو البرد فيه الجو مغيم ماشي كما الجو ديال المغرب تلقاو الجو مشمش ولا انا الجو مغيم. المهم راكم معايا تشوفوا الحالة. البنات شوفوا دابا راه يجري البنات نعتاد راه الزاج ديال الطيارة المسخ اش هيبان لكم الضباب اش بيا يطير البنات راه يجري 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 الصغار عادي يعطيو للكبار. كاين الماكله ما عرفناش شنو فيها غادي نكتشفوا حنا وياكم البنات. المكرونيه والحوت مالك كتموت المكرونيه ودانون والخبز وهذا شي كاطو يا بسكوي والعصير. المهم هيا تاكل وزاتي شوفوا هيا هنايا الماكله جابوا لنا حنايا على الدور نادري المكرونيه بطون دانون خبز فرماج. المهم انا جبت كوكا غادي نشوفوا شنو كاين الدجاج وكاين الحوت انا طلبت الحوت. المهم دابا غادي نتغداو يا البنات مرحبا بكم البنات شوفوا كاين الحوت والرز شتو شنو كاين مرحبا بكم. الزهر ديالي كما راكم تشوفوا الطائره راها قربت تهبط كما راه يبان لكم مازال باقي شويه باقي ربع ساعه وتهبط الطائره يعني دارت. المهم على ما قالوا هما جوج سوايع ونص غادي دير شتو نعتذر على الزاج ما راهش يبان لكم شويه مزيان ولا نعتذر. كما كتشوفوا راه قرب باش نهود البنات قربنا نهود في المطار راه الوطار لانه ما كان قال لي يعني ونص يهود هي راه 37. المهم دابا راهم هابطين البنات حتى نتلاقاو ان شاء الله في وجده ان شاء الله ونصور لكم باش ننساكم بلي فلوغ اي حاجه نديرها ان شاء الله غادي نديرها لكم. ما تنساوش الاملاء كتبغيكم دائما بزاف 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 وراكم معنا دائما مع قناه شين املاء. غزالتي ها هو هابط يا البنات شتو شتو راه هابط كتبان الحاله دايره كلشي حمر. Oh,
دابا راه غادي يحط واحد زوج هكاك كي يا الله ها هو حط البنات سمع سمع دابا راه الطيارة الحمد لله على سلامتنا دارت نتبينا واحد الخلعة في الطيارة مكانت هابطة قد تهزز بينا وشفنا الدوخة كل شيء تخلع الحمد لله أنا وصلنا الحمد لله